اله الا الله محمد رسول الله. وما يهمني راي الشركه في الفيديو اللي انا قدمه، اصلا يمكن ما راح تشوفه. ربي العزاء، شوف شوف شوف، ما عجبتك انت نفسيه؟ تذكرون هاي مساري من العطورات القديمه في عبد الصمد القرشي؟ فريش شي حلو. اهلين، على فكره ترى هذا فيديو ما هو بترويجي، لكن في خصومات في عبد الصمد القرشي وفي كذا عطر انا احبه منهم، فقلت يعني ليش ما اطلع واتكلم عن العطورات. بعدين وانا اسولف واسولف وهذر في هالفيديو لاحظت اني وايد عيد كلمة المهم، ما ادري ليش. عموما يلا خلينا ندش في الفيديو. من عطورات يف سان لوران اللي هو الام اللي جيك اصفر نفس هاي. ما احب اسوي الحركة على فكرة، شنو هاي؟ المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آسف على الإطالة. أنا دائما أبتعد فترة طويلة كذي بعدين أرد، لأن بصراحة يوم أنزل فيديوهات أحب أنزل فيديو وأنا متحمس له، أو أنزل فيديو يعني وأنا عندي كم كافي من المعلومات. الفيديو يمكن يشمل كذا عطر، بس أهم ثلاث عطور أتكلم عنها من عبد الصمد القرشي الحين بتشوفونهم إن شاء الله، هي عطور موجودة في عبد الصمد القرشي من فترة طويلة، من زمان. فالحين في زماننا هذا، في وقتنا هذا، في الجو الجاي، هل يصلح ان الواحد ياخذها ولا لا؟ عبد الصمد القرشي اسعارهم بشكل عام عالية، يعني خلنا واقعيين، لكن في وقت الخصومات يسوون خصومات فظيعة فظيعة. فالحين فرصة، قلت ليش ما نزل الفيديو ومنها الناس تستفيد. العطر الأول اللي بتكلم عنه هو عطر فروسية، بلاك انسنس اسمه، فروسية بلاك، ولا الحين مش مكتوب عليه فروسية، بس أتذكر اسمه قبل كان فروسية، إذا أنا غلطان صححوا لي. العطر التركيزة أو دو برفام، أغلب عطورهم أو دو برفام، بس أداهم أقوى أصلا حتى من أو دو برفام. هذا العطر فيه عود وفيه أزهار وايد، العطر تطغي عليه ريحة الأزهار. فيه ورد طائفي، يمكن العود والورد الطائفي اكثر مكونين يعني العطر هذا متشبع منهم. مش كل الناس راح ينبهرون بالعطر، يمكن في ناس اصلا ما يحبون ريحته، لكن عطر فيه جراءه صراحه اذا استعملته. ابدا ما ينفع حق الجو الحار، عطر حق جو بارد فقط، لان مش كل العطور يعني انت تستعملها لأنها قوية خلاص هذا العطر قوي هذا ينفع حق الشتاء. صحيح هذا الكلام صحيح وبديهي، لكن في بعض العطور ريحتها أصلاً ما تقدر تستصيغها في الصيف، ما تقدر تشم، يعني تقدر تشمها بس يمكن ما تعجبك ريحتها في الصيف. أنا شخصياً عن نفسي يعني أوكي، هذا رأيي أنا، يختلف عن الناس، أشوف أن هذا العطر مستحيل أني أقدر أستعمله في الصيف، حتى إذا بغيت أستعمله في ليل الصيف. عطر حلو بس يحتاج انك تجربه وتعطيه وقته شوي، تصبر عليه. فعطر تطغي عليه الازهار من الياسمين، من الورد الطائفي، من الزعفران، من البنفسج، وفيه عنبر وفيه عود. من العطور القديمه في عبد الصمد القرشي، وفي الوقت الحالي هل انا شخصيا جمال اشوف انه تستاهل اني اخذها مره ثانيه، او تستاهل اني اخذها الحين في وقت العروض؟ انا عن نفسي اشوف لا. العطر الثاني، من قبل أتكلم عن العطر، أنتم طبعاً عارفين أن بالنسبة لي هذا من العطور اللي أنا أشوف أنها تستاهل. شوفوا الغرشة شلون، هاي الغرشة، بس شوف الغطاء، فبصراحة شيء وايد حلو. التركيز على تفاصيل العطر والتغليف بصراحة يعني يخليك وانت تفتح العطر من قبل حتى لا تبتدي تعطر فيه تحس بساتسفاكشن كذا غريب. فهذا من العطور اللي أنا حتى قبل لا أتكلم عن ريحته أرجحها وبقوة من عطورات عبد الصمد القرشي. عطر جميل، عطر يعتبر من العطور اللي توليفتها وايد 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 حلوة. عطر عودي
شوية عنبري مسكي أورينتال. على فكرة احنا يعني لما تسمع واحد يقول أورينتال ما تعني بس أورينتال كذا كلمة، يلا كلمة استخدمها وقطها بس جي في الجملة على أساس أنك عارف. يعني في العادة، في العادة أنا آسف، يعني في العادة أورينتال تعني ما الأورينت اللي هي مأخوذة من الشرق من الإيست. ويوم يذكرون الشرق هم يقصدون يعني الدول الشرقية، من وناخذ منها يعني ما كان من الفانيليا، من الأخشاب، من العود، من البهارات. ف يعني يوم نقول أورينتال نقصد ما لذ وطاب لك من هالمكونات، يعني بشكل عام المكونات اللي تجي من الشرق. فعطر أقدر أقول شرقي فيه مكونات حلوة، مكوناته كل مكون في العطر يعجبني. ما في شيء هني، أنا رشه هني فعارف شلون يوم يبرد. ففيها من اللي خليك تحب العطر من افتتاحيته، يعني عطر حلو صراحة، فواحانة ممتاز، ثباته ممتاز. يوم تدخل المكان يشمون ريحتك بس ما يتضايقون، ما هو من العطور اللي أول ما تشم الناس تقول طال هاي خنقنا، لا بالعكس ريحته حلوة وتنشم. يعني من العطورات اللي ساعدك انك يعني لما تدخل المكان يلاحظون وجودك، لان عطر يثبت نفسه. فافتتاحيته وايد قويه، شوي سويتيه مع لمحه كذي حمضيه اللي هي تجي من الليمون. ما هو من العطور اللي لها ستيجز، يعني لها يعني في 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 ريحته راح تشم مختلف في البدايه، بعدين في النص راح يتغير، بعدين يوم يبرد في اخر مرحله او مراحل العطر ريحته مختلفه. لا لا بالعكس، نفس الـ الطابع العطري او نفس التوليفه راح تكون تقريبا على كل مراحل العطر. اللهم الحمضيات او السترس اللي تجيك في البدايه اول ما ترش العطر تخف شوي، ولا هي اصلا قويه من بدايه العطر، يعني واضحه بس تخف شوي ويصير الطابع العودي العنبري طاغي اكثر في العطر على نهاياته. فبصراحه عطر وايد وايد حلو، انصح فيه وبقوه، انصح على الاقل بتجربته لانه يستاهل صراحه. ومن الـ من الـ من الـ من الـ من العطورات اللي ابدا ما تحسفت على اني شريتها. في عندهم اللي هم عبد الصمد القرشي أعواد. أنا ما أتكلم يعني أوكي السيوفي والعود الكمبودي والأعواد الثانية هي كلها معروفة، بس للي يحب العود وما يبي يدفع فيها مبالغ كبيرة، هذه بالقطري أنا أخذته هاي نص تولة، أخذته ب 150 ريال. ال 150 ريال تجيب لك تولتين، أو سوري يعني تجيب لك تولة مع العرض. في العادة 150 ريال تجيب لك نص تولة لأنه هو ب 300 ريال ينباع، بس الحين 150 ريال تجيب لك تولة كاملة تقدر تحطها في غرشة ولا تحطها. أنا أخذت واحدة وأعطيت الوالدة واحدة اللي هو هذا. بصراحة أداء وايد حلو، يعطيك على الأقل 10 ساعات في الجلد. ريحته مش وايد وايد قوية، خلطة يعني هو عود بس أكيد مخلوط مع مكونات ثانية ولا ما بيكون سعره كذي. وريحته ما هي بوايد قوية، ريحته سويتية. فاسألوا عنه، قولوا العطر أو العود اللي 300 ريال التولة، لكن الحين في عرض لا حد ينسى. طيب ننتقل حق العطر الأخير حق اليوم. طبعا من قبل أطلع العطر كلكم عارفينه أو أغلبكم عارفين العطر اللي أنا أحبه وفضله من عطورات عبد الصمد القرشي. العطر اللي أفضله من عطورات عبد الصمد القرشي يمكن كثير منكم يفضله، ألا وهو سفاري إكستريم. نعم هذا سفاري إكستريم، هذا إصدار 2020، أوف سبتمبر 2020 يعني توه فريش. فاستعملت العطر صار لي أسبوع أو يمكن أكثر، أرش بين فترة وفترة. تشوفوا الباكج وايد مختلف عن الإصدارات القديمة. الإصدار القديم يجيكم نفس إذا تذكرون البوكس مال توم فورد، شلون شي يتبطل هالشكل بعدين يطلع لك العطر من داخل، بس الحين غيروه خلوه هالشكل. انا بصراحه افضل الباكج القديم اكثر من هاي بوايد، بس عموما هذا هو. طيب خلنا اقول لكم باختصار للي ما يعرف العطر عباره عن ميكس بين الفانيليا
الفانيليا موجودة نعم في هذا العطر مع أزهار أو ميكس أزهار مع شوي سبايسس بهارات مع صندل وعود وأخشاب. أنا كان عندي واحد أستعمله في سنة 2015 اللي كنت أستخدمه في سنة 2015 إذا مش قبل كان وايد أقوى من اللي قاعد أستخدمه الحين. بس إحنا الحين في زماننا الحين خلاص اللي فات مات. طيب هل هذا العطر يستاهل إني أخذه الحين؟ إيه يستاهل علشان كذا أخذته. واللي كان قبل هذه أو بقيه خلنا نروح أجيبها وياكم. فالإصدار هاي 2020 صح؟ الإصدار اللي قبل هذا كان عندي هو عبارة عن إصدار 2018 هذا توني مخلصة قبل كم من يوم بعدين رحت وخذت هاي. الفرق بين العطرين هذيلا هذا الإصدار القديم أو خلنا نقول إصدار 2018 وقبل أنا ما أدري عن إصدار 2019 ما جربت هذا أخذته في 2018 وخلصت توني يعني قبل كم يوم أنا ما استعمله وايد. هذا من العطور اللي يعني أشوف أنه تميل للفصل البارد أكثر الشتاء لكن في نفس الوقت من يمكن أحسن عطر عندي إذا باجي بخلطه مع عود. أنا أتكلم عن عود يعني عود بخور اللي هو العود الخشب يعطيك توليفة مش طبيعية. شو الفرق بين الإصدار الجديد والإصدار القديم؟ الافتتاحية يمكن بس أنا أتكلم عن دافع تجربة. أنا أشوف يعني استعملت هذا على آخر أيام وخلص هذا يذكرني في الإصدارات القديمة كريحة مش كأداء. الأداء من الإصدارات اللي قبل كلش يعني 2015 وشي كان وايد قوي صراحة. الإصدارات اللي طلعت بعدها يعني ما أذكر يمكن 2017 وهاي يعني كانت ضعيفة. في سنة من السنين يمكن في 2016 أو قبلها شوي كان عبد الصمد القرشي هنا عندنا في قطر موقف. فكل ما كنت اروح عبد الصمد القرشي اسالهم وين سفاري اكستريم يقولون خلص. قلت لهم ليش؟ يقولون لان الغرشه او الكريستال مخلص من عندهم. قالوا العطر موجود بس الكريستال مخلص. فوقف فتره وبعدين رجع مره ثانيه. يوم رجع كان اخف ما اذكر اي سنه من السنين بس فعليا يوم رجع العطر كان اخف من قبل. ف يعني صحيح انه كان اخف بس ما كان سيء يعني كان ما زال يفوح ما زال ثباته وايد حلو ما زال من العطور اللي الناس تشمها وبشكل واضح جدا. فما زال هو سفاري اكستريم اللي احنا نعرفه اللهم يمكن مخفض شوي ك ك ك ك كفواحان وكزيوت عطريه داخل العطر. اللي يتفق معاي بليز يكتب في التعليقات واللي ما يتفق بعد يقول لي علشان اعرف لان اشوف احنا في النهايه يعني نتعلم من بعض ونناقش بعض. أنا أسألكم وأنت تسألوني أنا وغيري طبعا أنا أسأل ربعي في النهاية يعني أنا أقرأ وأتعلم مثل ما أنتم تتعلمون يعني أنا أقرأ وأتعلم وأنقل كل اللي أخذه من برا وأعطيكم إياه بشكل برزنتيشن. ترى كلنا هالشكل في النهاية إحنا برزنترز يعني إحنا مقدمين ما إحنا بخبراء عطور يعني العطارين وخبراء العطور يعني هذه يعني شغلتهم متمرسين في هالشيء. احنا مجرد نشم ونتعلم نسأل الناس نشوف آرائهم نقرأ عن العطور نشوف فيديوهات نتعلم أكثر وأكثر وأكثر وناخذ العطور مثلا ونتعايش معها فترة طويلة من الزمن بعدين نجي نقول لكم رأينا فيها بشكل عام. فالمهم سولفت وايد ضيعت الفكر ضيعت النقطة. فالمهم يعني العطر أداءه ضعف عن قبل لكن ريحته نفس ما هي اللي هو أتكلم عن الإصدار مال 2017 و 2018 ما أدري عن 2019. اللي عندي هني في يدي الثانية هو إصدار 2020. إصدار 2020 إذا حد خوفك قال لك يا فلان لا تشتري العطر ما عليك منه صحيح بيقول لك ان الريحه تغيرت. يمكن الريحه تغيرت شوي بس في الافتتاحيه. القديم في الافتتاحيه لحين كانت موجوده فيها الاخشاب موجود فيها العود والبهارات. هني لا هني الفانيليا مع الازهار تكون طاغيه اكثر في الافتتاحيه بس بعدين يبرد العطر تقريبا يوم يبردون العطرين تكون ريحتهم نفس الشيء
ما تفرق، ما زال هو عبد ما زال هو سفاري اكستريم اللي انتم تعرفونه مع عبد الصمد القرشي، اللهم بس في الافتتاحيه شوي سويتيه اكثر في هذا العطر، بس يوم يبرد نفس الشيء، فحسافه يعني في الوقت الحالي يكون العطر متوفر قدامك وما تاخذه. هذا واحد. اثنين، ترى هذه ما هي بدعايه، والله العظيم لا هي بدعايه ولا هم يحزنون. انا اذا حبيت عطر اجي اتكلم عنه، وما يهمني راي الشركه في الفيديو اللي انا قدمه، اصلا يمكن ما راح تشوفه، فاقول راي انا لكم انتم اخواني واخواتي. فاتمنى اني نجحت في ايصال المعلومه اللي كنت متمني اني اوصلها لكم، واتمنى اني فت على الاقل ولو نسبه بسيطه منكم. في الختام انا اشوف ان سفاري اكستريم بالنسبه لي انا افضل عطر من عبد الصمد القرشي. في عطور وايد حلوه في الشركه، يعني يكون هذا الافضل ما يعيب العطورات الثانيه، لكن بالنسبه لي انا جمال انا احب هذا العطر، ودائما دائما يكون معاي في قائمتي للعطور. يلا طولت عليكم، انا اسف، يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.